مساء الخير، نقولها لكل من يتابعنا من خلال هذا البرنامج، برنامج رزنامة. فقرات عديدة اخترناها لكم من خلال أرشيف التلفزيون، الأرشيف الذهبي، والبرامج العديدة اللي قدمت في السنوات الماضية. لا تنسون أن صندوق بريد برنامج رزنامة 33159 الروضة، ونحن في انتظار رسائلكم وأيضا مقترحاتكم. شو رأيكم نبدأ اللقاء معكم؟ عزيزي المشاهد، عوض دوخي من المطربين اللي كان لهم باع كبير في المجال الغنائي، وأيضا الأغاني العديدة اللي قدمها على الساحة الفنية. عوض دوخي واللي بدأ من عام 1951، وإن كان قبل هذا بحار ونهام، عوض دوخي واللي استطعنا ويقتحم هذا المجال، مجال الغنائي، وتعلم العود على يد أخيه عبد اللطيف، واستطاع أنه يطور ويقدم الكثير في الأغنية الكويتية. قدم الصوت وقدم الموسيقى الشرقية وقدم الأغنية وأيضا قدم الفن البحري. عوض دوخي. أهلا أهلا يا أبو قدلة،
الشلل يا ابو شعر منسول وعيونك الشلل يا ابو شعر منسول وعيونك الشلل يا ابو يا ابو اهلا 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 يا ابو بدلان الأستاذ جاسم الغريب، مساء الخير ولك منا أجمل تحية من برنامج رزنامة.
جاسم الغريب طبعا عرفه المشاهد ولي أعوام قليلة مضت. جاسم الغريب حبه للمجال الإعلامي طبعا هو مدرس في وزارة التربية طبعا بالسابق، وحبه إلى المجال الإعلامي جعله يتجه إلى هذا المجال. في عام 1970 قدم العديد من البرامج وبما فيها أيضا نشرات الأخبار، ولكن حبه للمجال التربوي والمجال الثقافي جعله يقدم بعض البرامج، منها هذه الندوة اللي راح نعرض عليكم جزء منها واللي قدمت في عام 1972، وهذه الندوة كانت خاصة بالطفل. رسالتي مساء الخير، نحييكم في ندوة هذا المساء التي تدور حول علاقة البيت بالمدرسة. وقد يعتقد البعض أن هذا الموضوع قد أعطي أكثر من حقه وقيل فيه أكثر مما يستحق، ولكن حقيقة الأمر عكس ذلك، فالذين يعيشون العملية التربوية يوميا ويمارسونها يرون أن هذا الموضوع لا زال في حاجة إلى مزيد من البحث والنقاش. لذلك قد نكون في هذه الندوة قد جمعنا جميع أطراف هذا الموضوع، معنا البيت ومعنا المدرسة ومعنا الطالب اللي نبحث أمره في هذه العلاقة. استضفنا في ندوتنا الليلة الأخت السيدة سارة دويسان وكيلة مدرسة سكينة، الدكتور سعد عبد الرحمن أستاذ التربية وعلم النفس بجامعة الكويت، الأخ الطالب عبد الكريم الخليفي طالب بثانوية صلاح الدين، الأستاذ حسن مزعل مدرس علم النفس بمعهد المعلمين، والأخت السيدة ليلى عثمان. في الواقع في شيء أحب أوضحه قبل لا أقول عن البيت أو المدرسة أو المشاكل. في كاريكاتير شفته أخيرا مرسوم، المدرسة ماسكة العصاية وتقول للولد، هو مجرد كاريكاتير إنما يعني معنى كبير، كل من المدرسة اللي ما رب البيت اللي ما رباك. كاريكاتير ثاني البيت ماسكة عصاية وتقول له كل من المدرسة اللي ما ربتك. هذا الكاريكاتير يعني شيء كبير، إن البيت يلقي التبعة والمسؤولية على المدرسة، والمدرسة أيضا تلقي التبعة والمسؤولية على البيت. على فكرة عزيزي المشاهد، أكو يمكن بعض المطربين لا نزال نسمع لهم أغاني، وأكو بعض المطربين يمكن ما قاعدين نسمع لهم ولكن تركوا أغاني عديدة على الساحة الفنية. أحمد عبد الكريم يعطيه الصحة والعافية، واللي كان إلى فترة وجيزة رئيس قسم الموسيقى بإذاعة الكويت، مطرب وأيضا ملحن لعدد كبير من المطربين وأيضا للأغاني. أحمد عبد الكريم كان عضو في المسرح، مسرح الخليج، هذا الكلام في عام 1964 لما كان أيضا مع حياة الفهد ومكي القلاف. أحمد عبد الكريم غنى أغاني عديدة منها أغاني المناسبات، ولكن يمكن المشهور من الأغاني اللي احنا نعرفها عن أحمد عبد الكريم في اللي الشعر في اللي حرة حرة ويا حمام. يا باتن الروح سلام غرامك مهجتي، وش حيلتي فيك أنا، إيش حيلتي فيك يا باتن الروح، أفدي لك الروح أفدي لك الروح، بس لا تزود لوعتي، أفدي لك الروح أنا، الله يخليك يا باتن الروح. Oh,
اللي علمتني الهوى وزدت الولع فيني قبل بفؤادي ما هوى ولا عشقت عيني انت اللي علمتني الهوى وزدت الولع فيني قبل بفؤادي ما هوى ولا عشقت عيني لا تقول ولا تحتار قلبي تراه اختار ولا تحتار قلبي تراه اختار ولا تحتار قلبي تراه اختار يا فاتن الروح يا فاتن الروح يا فاتن الروح يا فاتن الروح سلام غرامي تموتني خطوتي لا توصل دروبك واحبس حنيني ولهفتي عن لا اجي صوبك حاولت احايل خطوتي لا توصل دروبك واحبس حنيني ولهفتي عن لا اجي صوبك بس لما الاقي روحي تلب فيك بس لما لاقي روحي تدب فيه بس لما لاقي روحي تدب فيه تبدي اللهفة تلاعب العيون والخطوة صوبك أمرها يهون تبدي اللهفة تلاعب العيون والخطوة صوبك أمرها يهون تبدي اللهفة لعب العيون والخطوة صوبك أمرها يهون بدي اللهفة لعب العيون والخطوة صوبك أمرها يهون يا فاتن الروح يا فاتن من شوية احنا قلنا عن أحمد عبد الكريم طبعا لما كان على الساحة الفنية ويمكن اعتزل الكلام هذا أيضا ينطبق على الأستاذ حسين جاسم مساء الخير ويعطيك الصحة والعافية أبو علي أيضا كان لظهوره على الساحة الفنية كان ظهور غوي وأيضا أتيح له المجال ما لم يتاح لأحد غيره وقدم العديد من الأغاني من بدايته لما كان طالب في المعهد معهد المعلمين بدايته كانت في عام 1967 وقدم ابتهال وهذا الابتهال كان يحمل عنوان يا إله الكون لكن حنا بالنسبة لبرنامجنا اليوم والإغناية اللي اخترناها لكم إغناية كتب كلماتها الأستاذ جاسم شهاب وتتكلم عن صفة يمكن هذه الصفة لما تكون عند الإنسان في عنده شغلة معينة يمكن يغتر فيها أو يمكن يموق أي غالي يا أبو الموقة Thank you.
والايمن وقلبي زايد بشوقه نسيت العهد والايمن وقلبي زايد بشوقه يا غالي يا ابو الموجة 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 سحرت القلب بعيونك 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 شغلت الفكر بفنونك 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 سحرت القلب بعيونك 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 شغلت الفكر بفنونك 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 وكل الناس يحبوني يا غالي 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 علامك طالع بسوقه يا غالي يا ابو الموكا نسيت العهد والايمن وقلبي زايد بشوقه نسيت العهد والايمن وقلبي زايد بشوقه يا غالي يا ابو الموجة 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 مدري الشرى مني مني الشرى مني تولعني وتصد عني عني تصد عني أنا مدري الشرى مني مني الشرى مني تولعني وتصد عني عني تصد عني إجا فيني ولا تشيني يا غالي إجا فيني ولا تشيني يا غالي تجافيني ولا تشيني يا غالي أحب روحي محروقة يا غالي يا ابو الموجة جيت الحب وحبوبة يا غالي يا ابو الموجة جيت الحب وحبوبة نسيت العهد والايمن وقلبي زايد بشوقة نسيت العهد والايمن وقلبي زايد بشوقة يا غالي يا ابو الموجة يا غالي يا ابو الموجة يا ابو الموجة يا غالي يا ابو الموجة يا غالي يا ابو الموجة هلي والناس يلوموني 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 وصبر قلبي وعيوني 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 هلي والناس يلوموني 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 وصبر قلبي وعيوني 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 عسى خلي ومظنوني يا غالي 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 يخلي عن اهل الموجة يا غالي يا ابو الموجة جيت الحب وحبوبة يا غالي يا ابو الموجة جيت الحب وحبوبة نسيت العهد والايمن وقلبي زايد بشوقه نسيت العهد والايمن قلبي زايد بشوقه يا غالي يا ابو الموجه يا غالي يا ابو الموجه
غالي يا ابو الموجة يا غالي يا ابو الموجة يا غالي يا ابو الموجة يا غالي يا ابو الموجة جيت الحب وحبوبة يا غالي يا ابو الموجة جيت الحب وحبوبة الفنون عديدة عزيزي المشاهد، ولكن في بعض الشغلات يمكن ما لها علاقة بالفن أو ما لها علاقة ممكن يؤديها المطرب. في مرة من المرات لما سألنا من ضمن عدة عودة لمهنة سألناهم، احنا عرضنا إغناية حق عواد سالم، وهذه الإغناية أطلقتوا عليها اسم رقصة أم الجنازة، فسألناهم ليش عواد سالم غنى أو رقص هذه الرقصة، تقول ما أدري، وحنا كنا قاعدين خطر على باله أنه هو يلبس باروكة ويلبس العبات ويحاول انه هو يرقص، بس تقول لو كنتوا تتابعون واحنا قاعدين نصور هذه الاغنيه كلنا كنا نضحك، لان شلون ادى هذه الرقصه وشلون قدر انه هو يتقنها ولا، وتقول على فكره ما ضحك ولا اي يعني اخل بهذه الرقصه. اللي احنا لاحظناه من خلال متابعتنا مع المشاهد الكرام وتقديم البرامج والفقرات العديده في برنامج رزنامه او حتى سهره قديمه، ان الناس دائما تطلب ام الجنازه.
نزال معك عزيزي المشاهد وفقراتنا في هذا البرنامج برنامج رزنامة. ولا تنسى عزيزي المشاهد ان احنا صندوق بريدنا 33159 الروضة، ونحن في انتظار رسائلكم. راح نطلع من الكويت، نطلع الى الخليج ونتعرف على مطربة. بداية ظهورها مثل ما قالت من خلال تصريحاتها وايضا من خلال احاديثها، ان بداية ظهورها كانت من الكويت من خلال احياء الحفلات الغنائية المختلفة ومشاركتها مع الفرق الشعبية. كثير من الكتاب كتبوا الأغاني لهذه المطربة، وأيضا هي اشتهرت في أدائها، واشتهرت على فكرة في أداء الأغنية وأيضا في أداء الاستعراضي، يعني تغني الأغنية وفي نفس الوقت ترقص وهي تغني هذه الأغنية. الكلام طبعا كل هذا عن عتاب، عتاب اللي غنت يا قلم، واللي غنت بشروني عنك، واللي غنت يا عيوني يا حزينة. غريد الشاطئ، مساء الخير ويعطيك الصحة والعافية. غريد الشاطئ والاسم الحقيقي عيسى خرشيد، غريد الشاطئ واللي عرفه المشاهد في عام 1964، غريد الشاطئ واللي أطلق عليه هذا الاسم الراحل حمد رجيب، غريد الشاطئ واللي انعرف للجمهور من خلال أغنية جودي لا تهجريني، وهذه الأغنية اللي كتب كلماتها الشاعر الغنائي اللي له طولة العمر منصور الخرقاوي، ولحنها الأستاذ الفنان الراحل حمد رجيب. غريد الشاطئ اللي أيضا له أغاني عديدة، لما غنى سلمولي وغنى يا حلوة يا قمرية وغيرها وغيرها من الأغاني، ولا ننسى مسموح لغريد الشاطئ. موسيقى
تشكي لنا حالة راح وتراوالة تنسون ان صندوق بريد برنامج رزنامه 33159 الروضه، ونحن في انتظار رسائلكم وايضا مقترحاتكم. العوده يدتي امي العوده طيبه من نسواننا الاول. قعدت مره معاها قلت لها سولفي عن اول، أبي كم من سالفة منك تذكرين أيام تشول، أوصفي لي شلون أهلها كانوا كراه ولا أشكل، أوصفي لي شلون زمانك كان مثل ما نشوف، أو أكمل ضحكت مني وقالت هذا الشيء يا ولدي كمل، لا تذكرني بزمان ليته بس شوية طول، آه على أيامنا الأول. كان أبوك العود يا ولدي لين لبس زين وتعدل، قلبي ما يتم في مكانه وعيني عنه ما تحول، ولين مشه صرت نعاله وانتفخ ثوبه الململ، ولين تحنحن أو تخنخن كل درايشنا تقلقل، كان يبل لهيبة حلوة ولين ضحك ويهي يتهلل، مو مثل سبلان زمانكم هالرخو اللي تدلدل، كشة الراس كنها عشه هذه راس واحد مخبل، يصلح الواحد من ذوله في الدكاكين والله سمبل. قلت بعد يا يده باسأل، قالت اش قد تسأل، قلت لها يوم كنت شابة صغيرة قط حبيته يا حد، ضحكت وايد وتمت تنتفض والدنيا مو برد، قالت استغفر من الله لا تزيد يا الهيس الأربد، كانت البنت في زمانه في السكيك
مو ما تردد لو طلعت من بيتها مرة في السنة تروح التحمد، ولو طبقوها من الدريش الطل من الخوف التبريد. مو بمثل أيامنا هذه تمشي في السوق والتصيد. قلت لها إيش كان يهازج يدتي، قلت لها إيش كان يهازج وكم دفع في مهرج اليد. قالت شوية ربابي ما تعده، ترست اليد واليهاز كان بكش عوده، كل شي فيها مكود فيها دفه، ام عمايل صوف من اللماع الاسود، وثوب نشل ومحله كله ابزري صج ما يتيعد، وفيها ميداسين وملفع نغده من برع مورد، والمشط سيسه مضروسه ما تعوى وما تمدد. وقالوا بين صابون بناتي اللي ريحته ريحة الورد، وحنا عيار في خريطة وتولد دهن العود. أو أزيد قلت لها هذه هازت يدتي، قالت أنا أشهد. قلت لها أنا في زماني هالزمان النحس لنكد، عندي كم من ألف وقصدي أستقر بس وأتعبد، أبي أتزوج ولكن زيد يحذرني، وأحمد لمتى عزوبي يا ربي، أبي أرتاح وأتمدد. إن صبرت خايف أشيب، والنويت قالوا تهيد، انت الحين حر وباشر لين تشربك تمسي العبد، ليش تدش قرقور يا غافل وانت في ارض الله منهد. والله الناس حيروني وش كثر نصحوني وش قد، ناس تمدحه وناس تذمه، وانا دخت بين سد وبين رد، لعوزيت نفسي بنفسي صار عيوز الشاب الامرد. المهم خلونا نسأل يدتي وتقول لنرد. قلت لها يا يد سولفي لي عن الليلة العظيمة، ليلة الزفة اللي راحت واصبحت أخبار قديمة. قالت الزفة خذوني مريم وبنة وحليمة في وسط زولية حمرة بالغصب، كني يتيمة وقالوا اسم الله عليها وهالحسن الله يديمة، ودخلوني الفرشة وانا خايفة خوف الله عليمة. العروس في أيامنا كانت تستحي وعاجله وفطينه، والعروس في ايامنا هذه تقبض الزوج من يمينه، رافعه راسها كانه فوق وجهها يلود متينه، وتمشي مستانسه تضحك ولين تعب زوجها تعينه. صارت البنت هي الاول وانتو صرتوا يمها زينه، هي تخطب وهي تطلب ابو علي الله يعينه، شفنا في البحرين مناكر والزمان شالت سنينه. عزيزي المشاهد، الفقرات اللي اخترناها لك من خلال برنامج رزنامة قضت، ولكن أملنا أن احنا نلتقي معك إن شاء الله في الأسبوع المقبل وفقرات أخرى اخترناها لك. أمنياتنا لك إن شاء الله بقضاء باجي الإجازة بسعادة، وأيضا غدا شهي إن شاء الله. لنلتقي الأسبوع الجاي، لك أجمل التحيات من كل فرد في هذا البرنامج، ومع ألف سلامة.